السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طالبات صف ثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية. بعد ما اتفرجنا على فيديو شرح زمن المضارع البسيط، تعالوا بقى نحل التدريبات اللي على الزمن ده في صفحة 6-3. بشكل ما قلت لكم في الوحدة دي بيهتم لي قوي باستخدام زمن المضارع البسيط في المستقبل. وأنا قلت بستخدم زمن المضارع البسيط في زمن المستقبل لما أكون بتكلم عن تايم تيبلز. تايم تيبلز يعني جداول مواعيد ثابته، اي حاجه ماشيه على حسب جدول مواعيد على طول بجيبها مضارع بسيط حتى لو بتكلم في زمن المستقبل. تعال نشوف نمبر 1، بيقول ذا ترين تو الكسندريا ليف ان 5 مينتس. طبعا مواعيد القطارات مواعيد ثابته، فبالتالي لازم اقول ليفز. طيب ليه مش ليف؟ ما هي ليف مضارع بسيط، هتقول لي لان ترين اسم مفرد. نمبر 2 بيقول ذا ترين ديبارت ات 3 بي ام، سو وي نيد تو بي at the station by 2:30 p.m. طبعا هنا كلمة depart حبايبي بمعنى يغادر، عايز اقول القطر بيغادر، برضو مواعيد القطارات مواعيد ثابتة، فلازم اقول departs. departs هنا بمعنى يغادر، بس حطيت لها اس عشان الترين مفرد. نمبر 3 بيقولي when do the shop open at the weekend، عايز اقول امتى بيفتح المحل في عطلة نهاية الاسبوع. طبعا الشوب هنا مفرد، فبالتالي ما ياخدش do ياخد does. نمبر 4 بيقول لي the concert begin at 8 p.m. tonight as usual، بيقول لي كالمعتاد. يبقى اذا ده ميعاد ثابت للحفله، فلازم اقول begins، وbegins معناها يبدا. هنشوف نمبر 5 بيقول لي our match be at 10 this evening. طبعا هنا برضو ماشي على حسب جدول المواعيد، فالمضارع البسيط من be هو am او is او are، فهنا هقول our match is. نمبر 6 بيقول لي احمد's plane arrive at 9 p.m. تقولي لا arrives، لان البلين حبايبي اسمه مفرد. نمبر 7 بقول what time is the film finish، هتقولي finish هنا فعل في المصدر. طبعا طالما الفعل في المصدر في المضارع البسيط يبقى السؤال عنه بدو او داس، يبقى الفعل المساعد بتاعي تاني حبايبي دو او داس، هرجع للفيلم، الفيلم ده اسمه مفرد، طب ياخد ايه؟ هتقولي ياخد داس. نمبر 8 بقول ماريا هاف ان انجلش كلاس ات 4، برضو حاجه ماشيه على حسب جدول المواعيد، وماريا دي اسم مفرد فبالتالي تاخد has. تعال نشوف يلا نمبر 9 بيقول لي do you likes football، طبعا حبايبي معدود does لازم الفعل يرجع لمصدره، فبالتالي لازم اقول do you like. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي she always go for a run in the park every morning، قلنا حبايبي ان always من علامات زمن المضارع البسيط لانها ظرف تكرار، بس she ما بيجيش معاها مصدر، she بيجي معاها فعل في s او es. طبعا هقول goes لان طبعا go بتنتهي ب o، فبالتالي بحط لها es مش اس بس. تعال نشوف حبايبي نمبر 11 بيقول لي the journey often take 2 hours to اسماعيلية، يعني بيقول لي ان الرحله بتاخد ساعتين للاسماعيلية. خلي بالك ان often هي ظرف تكرار، بالتالي تبقى مضارع بسيط، بس الجيرني هنا اسمه مفرد، فبالتالي تاخد takes ما تاخدش take. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي my sister's birthday be on Tuesday، طبعا حبايبي بيتكلم هنا عن اعياد ميلاد، فبالتالي هجيب مضارع بسيط. طيب بي دي المضارع البسيط منها قال لي ام او از او ار، وبيرث داي اسم مفرد، فبالتالي لازم اقول اس. نمبر 13 بيقول لي ذا بلين ريتش ات 4 a.m. tomorrow، نفس الكلام مواعيد ثابته، فبالتالي لازم اقول ريتشز ان البلين مفرد. نمبر 14 بيقول لي وات تايم دو ذا ترين ليف، قال لي ات ليفز، لاحظ الاجابه فيها اس على طول، يبقى كان الفعل المساعد بتاعي داز. نمبر 15 بيقول our first lesson starting at 8 o'clock، برضو الدروس ماشيه على حسب جدول المواعيد، فلازم اقول starts. طب ليه ما اقولش start بس؟ اقول له لان الليسن ده مفرد. نمبر 16 بيقول Luxor plane arriving at 9:30، برضو مواعيد ثابته، فلازم اقول arrives عشان الاسم بتاعي اسم مفرد. تعال نشوف نمبر 17 بيقول the cinema open at 11 a.m. and closes at midnight، هو قال لي اصلا and closes، يعني قبل الفعل في اس عشان السينما مفرد، فلازم اقول برضو opens بدون المواعيد ثابته. نمبر 18 بيقول لي every day اماني walk to school with her brother، every day من علامات المضارع البسيط، بس اماني مفرد فتاخد walks ما تاخدش walk. تعال نشوف نمبر 19 بيقول لي the library always open at 8 in the morning، طبعا حبايبي library مفرد فتاخد opens ما تاخدش open. هنشوف نمبر 20 بيقول the first metro train leave at 6:30، لا الترين مفرد فتاخد leaves ما تاخدش leave. تعالوا نشوف حبايبي يلا المحطه اللي في صفحه 37، بيقول باسل is booking a train ticket to اسوان، بيقول باسل بيحجز تذكره قطار لاسوان، فالتيكت اوفيسر بيقول له good evening sir how can I help you. طبعا لما اروح لاي حد بيقدم لي خدمه اول حاجه بيسالها لي how can I help you، how can I help you يعني كيف استطيع مساعدتك.
فطبعا المفروض ان هو رايح ايه، رايح يحجز تذكرة قطار. عرفت الكلام ده منين؟ من رأس السؤال. اذا هقول له I would like، would like يعني انا اود to book a ticket to أسوان، يعني أنا عايز أحجز تذكرة لأسوان. How much is it؟ يعني كم سعرها؟ هقول له مثلا 100 pounds يعني 100 جنيه. فسأله سؤال، قال له the train to أسوان is at 9:30. ده وقت حبايبي، والوقت المحدد بسأل عنه بكلمة what time. what time معناها متى. أروح للفعل المساعد اللي هو is، أقول what time is، وأجيب الفعل اللي قبله وبعده، يبقى what time is the train to أسوان، يعني إمتى القطر لي أسوان. the train to أسوان is at 9:30. فباسل سأل سؤال، قال له the journey takes 3 hours. طبعا دي مدة زمنية، والمدة الزمنية بسأل عنها بكلمة how long. how long يعني ما طول المدة الزمنية. طب تيكس فيها ايه؟ هتقول لي فيها اس، يبقى لازم اجيب الفعل المساعد بتاع الباص، وبعدين الفعل بتاعي اللي هو the journey، يبقى how long does the journey، وارجع فعل المصدر ويبقى take، يبقى how long does the journey take. فبس بيقول له which platform does the train leave from، يعني اي رصيف بيغادر منه القطار. فطبعا هشكر له بقى اي رقم، فاقول له مثلا platform 5 يعني رصيف نمرة 5. قال له thank you very much. تعالوا نشوف حبيبي يلا التدريبات العامة اللي في صفحة 39 على الدرس الثالث والرابع. عندنا طبعا كلمة messengers، messengers معناها رسل، وعندنا كلمة passengers يعني ركاب، وعندنا first الأول comfortable مريح، transport يعني النقل والمواصلات، one يعني واحد. ولذكاره مترو is the fastest form of ايه؟ هقول أسرع وسيلة ايه in the capital، في العاصمة، يبقى أكيد the fastest form of transport. طبعا أسرع وسيلة نقل، تاني أسرع وسيلة نقل. It's the A metro system in Africa and the Arab world. طبعا ده هنا يعني عايز صفة اس تي، أو عايز الأول أو التاني أو الترتيب. فبقول it's the، هقول له it's the first، it's the first metro system يعني أول نظام مترو تحت الأرض في أفريقيا والعالم العربي. It was opened in 1987، طبعا تم افتتاحه في 1987 as line 1 from حلوان to رمسيس سكوير، من أول حلوان لغاية ميدان رمسيس، with the length of 29 kilometers، بطول 29 كيلومتر. it carries nearly 4 million A per day. per day حبايبي معناها في اليوم، فبقول وبيحمل 4 مليون A في اليوم. طبعا هنا هقول passengers، وpassengers حبايبي معناها ركاب. the system consists of، consists of يعني بيتكون من 3 lines numbered from 1 to 3، ثلاث خطوط مترقمة من 1 لـ3. it's an easy and a way to go around the city، يعني بقول لي هي طريقة سهلة وايه للتجول في المدينة. اكيد طبعا comfortable، وcomfortable حبيبي معناها مريح. تعال حبيبي نشوف سؤال القطعة، بقول لي اسماعيلية مانجو فيستيفال is an annual event held in August. بقول لي ان مهرجان المانجا في الاسماعيلية ده حدث سنوي. كلمة annual معناها سنوي، festival طبعا معناها مهرجان، held يعني يعقد، in August في شهر اغسطس. the governorate holds it to celebrate the mango season. طبعا بقول لي ان المحافظة، كلمة governorate يعني محافظة، بتعقد الاحتفال ده، يبقى ات دي عايد على ايه؟ اسماعيلية مانجو فيستيفال يعني مهرجان الاسماعيلية بتاع المانجا، عشان يحتفلوا طبعا بموسم المانجا. مانجو is one of the most beloved fruits in our country، يعني المانجا واحدة من الفواكه المحبوبة في بلدنا. the festival has many events such as road shows with mango shaped cars, mango cutting competitions and musical shows. بقول لحبيبي ان المهرجان ده في احداث كتيرة جدا، شكل عروض كده لسيارات على شكل المانجا، وكمان منافسات لتقطيع المانجا، وكمان عروض موسيقية. the main events take place in اسماعيلية سيتي. طبعا الحدث الرئيسي بيعقد في الاسماعيلية، جولف كلاب، نادي الجولف and محمد علي ستريت وشارع محمد علي. they are open to the public for free. طبعا مفتوحة للعامة مجاني. The festival aims to create a memorable
and enjoyable experience. طبعا بقول المهرجان ده بيهدف لخلق تجربة ممتعة لا يمكن نسيانها. It attracts more tourists and supports local business, hotels and industries. بقول ان هو بيجذب كثير من السياح وبيدعم طبعا الاعمال التجارية المحلية والفنادق وكمان الصناعات. The festival is attended by VIPs including the city governor and ambassadors from all over the world. وان المهرجان ده حبايبي بيتم حضوره، خلي بالك ان ده مبني مجهول، بواسطة ناس مهمين جدا، و VIPs يعني very important persons يعني اشخاص مهمة جدا. شكل مين بقى؟ governor اللي هو المحافظ، and ambassadors، ambassadors حبايبي معناها سفراء، يعني سفير، from all over the world من كل انحاء العالم. تعالوا نشوف بقى الاسئله بتاعتنا. بقول the festival is held in، بقول ان المهرجان ده بيعقد فين؟ الشكل ما شفنا طبعا ان هو بيعقد في شهر اغسطس. number 2 بقول the underlined pronoun it refers to، بقول ان ايه عايد على ايه؟ الشكل ما قلنا عايد على الفيستيفال، فيستيفال حبايبي معناها المهرجان. بقول the festival supports local ايه؟ بيدعم او بيشجع اكيد الصناعات المحلية او الاعمال التجارية المحلية، فاكيد هقول بزنس. طبعا السؤال نمبر 4 بيقول what's the main idea of the text، الفكرة الرئيسية للقطعة هي اسماعيلية مانجو فيستيفال، مهرجان المانجا في الاسماعيلية. طب تعال نشوف السؤال الخامس، بيقول how does the governorate celebrate، كيف تحتفل المحافظة. طبعا حبايبي هقول they hold a festival يعني هم بيعملوا مهرجان، وبعد كده اقول this festival المهرجان ده has many events يعني في احداث كتيرة، وبعدين اكمل بقى such as road shows with mango shaped cars mango cutting competitions and musical shows. تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده، بيقول do you think that the festival is useful for the city why or why not، ليه او ليه لا. طبعا اكيد هقول yes it's very important، هقول طبعا ان هو مهم جدا. طب ليه؟ هقول طبعا because it attracts more tourists and support local business hotels and industries، يبقى دي الإجابة، لأنه بيدعم الصناعات المحلية والفنادق وبيجذب السياح من جميع أنحاء العالم. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الاختياري، بيقول إيه is something you can use to follow directions، إيه الحاجات اللي أنا بستخدمها عشان أقدر أتبع الاتجاهات؟ أكيد طبعا هي الماب، وماب حبايبي معناها خريطة. بيقول إيه someone who is traveling but not driving، خلي بالك هو مسافر لكنه مش هو اللي سايق، ده طبعا الباسنجر، باسنجر حبايبي معناها راكب. تعال نشوف حبايبي يلا نمبر 3، بيقول يو شود لوك ليفت ذن رايت وين يو اي ذا رود، بيقول يجب ان انت تنظر يمين وشمال او شمال ويمين لما تيجي تعمل ايه في الطريق، اكيد طبعا كروس، وكروس معناها يعبر. نمبر 4 بيقول شي ليفز ان ا هاي بيلدينج وذ ميني ايه، بيقول لي عايشه في مبنى عالي وفي كتير من الايه، اكيد طبعا فلورز، وفلورز هنا بمعنى طوابق. تعال نشوف نمبر 5 بيقول ذا ليسن ستارتس ات 10 تو 9، بقول ان الدرس بيبدأ الساعة 9 الا 10. The synonym of start، عايز معنى حبايبي كلمة start، اكيد طبعا begin، وbegin معناها يبدأ، لكن لو قال العكس هقول end. Number 6 بقول لي exhibit is a verb but the noun can be formed by adding the suffix، exhibit طبعا معناها يعرض، عشان اخليها اسم وخليها معرض فهقول exhibition، تاني exhibition بمعنى معرض. تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي ذا ترين ارايف ان لوكسر ات 7 o'clock every day، طبعا هنا ارايف هخليها ارايفز، ليه؟ اقول له عشان الترين مفرد ودي مواعيد ثابته يعني ده مضارع بسيط. نمبر 2 بيقول لي وات تايم داز يور ليسن tomorrow، طبعا هنا حبايبي هدور على فعل مش هلاقي، فاذا ما ينفعش ابدا اجيب ولا دو ولا داز ولا ديد، يبقى انا في المضارع فام واز وار، وهنا الليسن مفرد فهقول وات تايم از يور ليسن tomorrow. هنشوف نمبر 3 بيقول summer gets up early and have breakfast، طبعا حبايبي summer مفرد فتاخد has ما تاخدش have. نمبر 4 بيقول لوكسر بلين اي ات 9:30، طبعا لوكسر بلين اللي هي طائرة لوكسر arrives يعني تصل at 9:30. نمبر 5 بيقول لي I meeting my friends at 5 every day، طبعا حبايبي كل يوم دي من علامات المضارع البسيط واي بيجي معاها مصدر فبالتالي هقول
I'm it's تاني I'm it's. تعالوا نشوف حبايبي يلا الأسئلة الجميلة دي اللي فيها تحدي. بيقول لي how far does the journey take to الأقصر. طبعا هنا بسأل عن المدة الزمنية بكلمة how long مش how far. يبقى how long does the journey take to الأقصر. نمبر 2 بيقول لي can you tell me when does the next bus leave. خلي بالكوا حبايبي أنا هنا خلاص عملت السؤال، ما ينفعش أجمع سؤالين في جملة واحدة، عشان كده وين هنا بقت رابط، ما بقتش أداة استفهام. يعني إيه؟ يعني اللي يجي وراها فاعل. فإذا هقول can you tell me when the next bus، بقول طبعا leaves. تاني can you tell me when the next bus leaves. اوعى تقول when does، اوعى تجمع سؤالين في جملة واحدة. نمبر 3 بقول this shop not opens on Fridays. طبعا حبايبي عشان انفي الفعل اللي فيه اس بنفي بكلمة doesn't وارجعه الاصل ويبقى doesn't open. تاني doesn't open. طيب ممكن لو مش عايز انفي بنوت انفي بنيفر وقول never opens on Friday. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واستنونا في الحلقة الجاية مع حل الدرس الخامس والسادس في كتاب جيم. Goodbye. السلام عليكم.